إنها النهاردة قبل ساعات من انطلاق الجلسة الافتتاحية أو الإجرائية لمجلس النواب المصري. كنا كاميرا كلام تاني قد انفردنا بلقاءات وصور حصرية لحضراتكم من قاعة مجلس النواب، حيث أنهيت الإجراءات والاستعدادات النهائية لاستقبال مجلس النواب المصري. احنا بقى عندنا 596 نائب. طبعا القاعة حتى برلمان 2010 كانت تستوعب فقط 508. هتشوفوا مع حضراتكم معانا على الهواء الآن كيف تم الاستعداد وتوسيع القاعات، هتعرفوا بعض التفاصيل الخاصة بطريقة انتخاب رئيس البرلمان القادم، هتشوفوا كيف سيتم التصويت الإلكتروني، ودي ده نظام تم استحداثه. عندنا صور حصرية لحضراتكم من داخل قاعة مجلس النواب، صور حصرية لكلام تاني هسيبكم معاها، ولقاء خاص مع الأمين العام لمجلس النواب المصري. من هنا ورايح اسم مجلس النواب مش حاجة اسمها مجلس الشعب، عايزين نتعود على هذه المسألة. هيكون عندنا لقاء خاص مع المستشار أحمد سعد الدين، وأشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن بعد قليل إن شاء الله هتبدأ خريطتنا على طول مع صباح دريم مع الزميلة منى فاروق. أشوفكم على ألف خير، وأسيبكم مع فقرتنا الخاصة من مجلس النواب المصري. صباح الخير. ساعات قليلة وتجرى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري هنا في أروقة مجلس النواب، تجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال هذا الحدث الهام والكبير بعد الإجراءات أو بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر. بالتأكيد هناك العديد من التساؤلات المطروحة في أذهاننا جميعا، هناك أيضا سقف كبير من التوقعات يحيط بالجلسة الافتتاحية، هناك عدد كبير من التساؤلات والتوقعات المرتبطة بهذه الجلسة. هنتعرف مع حضراتكم من داخل أروقة المجلس ومن داخل قبة البرلمان ومن داخل الجلسة والقاعة التي ستجرى بها الجلسة الافتتاحية على العديد من التفاصيل، وربما نحاول أيضا الإجابة على عدد من التساؤلات التي تدور في أذهان حضراتكم. مشرفنا في هذا اللقاء معالي المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب المصري. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله تبقى يعني بداية جيدة، هناك آمال كبيرة على هذا البرلمان الجديد. صحيح أن هناك بعض التوقعات اللي تحيط بهذا المجلس، لكن هنحاول نفهم من حضرتك بعض التفاصيل الخاصة بالجلسة الافتتاحية. ما الذي سيدور تفصيلا في هذه الجلسة؟ الجلسة الافتتاحية دي أو هي بيقولوا عليها الجلسة الإجرائية الأولى، بتبدأ برئاسة أكبر الأعضاء سنا وبيسموه رئيس السن، بيبتدي يتلو قرارات اللجنة العليا للانتخابات وقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يبدأ في حلف اليمين بالنسبة للسادة الأعضاء. حلف اليمين هو بيبدأ الأول وأصغر عضوين، ثم يبدأ من رقم واحد برقم. طب احنا نتوقف عند هذه المسألة، احنا عندنا القاعة الآن مجهزة إلى هذا الأمر، عندنا حددت شخصية رئيس البرلمان وهو أكبر الأعضاء سنا، المستشار بهاء الدين أبو شقة، والعضوين نهى الحميلي و حسن عمر ونهى الحميلي، هم أصغر الأعضاء سنا. حددت الشخصية بالضبط، سيدعو الأعضاء، ثم يبدأ الأعضاء في حلف اليمين برقم العضوية من رقم واحد لغاية 596. بتوزعوا حضراتكم القسم؟ متوزع عليهم بالفعل في الشنطة، واحتياطي هنوزع ورق بالقسم تاني، والأعضاء داخلين على قاعدة على مقاعد كل نائب، أو هم داخلين من الباب هيستلموا القسم مرة تانية، واحتياطي برضو هيبقى موجود على الشاشة الرئيسية اللي موجودة في أعلى المنصة. مكتوب لكل نائب هيقول إيه؟ القسم، القسم محدد، ده النص موجود في الدستور وقانون مجلس النواب. بعد حلف اليمين بيبتدي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس، ثم يشكل لجنة من 3 إلى 7 أعضاء للإشراف على انتخابات رئيس المجلس، وبيبتدي الأعضاء بالترتيب برضو برقم العضوية، بينزل يستلم بطاقة التصويت وتكون بطاقة فاضية بعد ما يعلنوا بأسماء المرشحين،
ويبتدي كل عضو ينزل يكتب اسم الرئيس اللي هو عايزه ويحط الورقة في الصندوق. طيب حضرتك قلت لنا جملة إيه اللي هيحصل؟ هقف عند مع حضرتك على عدد من التفاصيل اللي بتدور في أذهاننا. هناك قسم بيتم توزيعه على النواب، ماذا لو لم يلتزم مثلا نائب بالقسم اللي موجود؟ ماذا يفعل رئيس المجلس؟ رئيس المجلس لديه أدوات كثيرة جدا يملك بها إن هو يتخذ أي قرار طبقا للسوابق والتقاليد البرلمانية اللي موجودة. بيتخذ إجراءات معينة تجاه. طيب في أسئلة كتيرة جدا أثيرت حول لائحة المجلس، هل سيتم العمل في الجلسة الافتتاحية اللي هي زي ما حضرتك تفضلت الجلسة الإجرائية وفقا للائحة القديمة للمجلس، أم سيتم تعديل هذه اللائحة؟ الجلسة الإجرائية الأولى انتخاب الرئيس والوكيلين طبقا للدستور وقانون مجلس النواب، لا نحتاج إلى لائحة. لا نحتاج للائحة، وبالتالي فما فيش فيه مشكلة بالنسبة للائحة. اللائحة هنحتاج فيها العمل بيها من الجلسة الإجرائية الثانية إذا كان هيتم العمل باللائحة القديمة وتشكيل اللجان ال 19 كما هم، أم سيتم إعداد لائحة مؤقتة للطريق الثاني في نفس اليوم والعمل بها، أم سيتم إرجاء انتخابات اللجان النوعية كلية وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة داخلية مع تشكيل. إذا اختيار رئيس المجلس لا يحتاج إلى مسألة اللائحة القديمة أو اللائحة الجديدة، ده تبقى للدستور وقانون مجلس النواب. وقانون مجلس النواب يكفل هذا الأمر. بالضبط. وبالتالي لا نحتاج إلى مسألة اللائحة. بالضبط. نحتاج إلى اللائحة في مسألة رؤساء اللجان. بالضبط. العدد النهائي للجان في مجلس النواب ده اللي هيحدده النواب، يعني إذا كان هنمشي باللائحة القديمة تبقى للدستور إنها سارية، هنمشي على 19 لجنة لأن ما أقدرش أعدلهم الأول، لأن عندي المادة 416 قالت علشان أعدل اللائحة لازم أعرض على لجنة العامة، وبالتالي افترضت أن اللجان شكلت ابتداء، فما أملكش أن أنا أعدل هذه اللجان قبل ما أمشي بها. الحاجة الثانية أن الطريق الثاني بقى أن أنا أخذ طريق اللائحة المؤقتة وأزود فيه عدد اللجان. فقدامنا طريقين. الطريق الثالث لا، ما اعملش لائحه مؤقته، انا ااجل انتخابات اللجان كليه واشكل لجنه خاصه لاعداد اللائحه واشكل عده لجان خاصه برضو لنظر القرارات بقوانين. ده بناء على ما سيختاره النواب. بالظبط، او بالاتفاق مع رئيس المجلس يعني. طيب هندخل مع حضرتك وننزل على الارض في القاعه نفسها عشان نفهم بعض التفاصيل الخاصه بهذا المجلس، لان الصوره التقليديه المرتبطه بالبرلمان المصري انا كانت هناك مقاعد مرتبطه بالمعارضه المصريه ومقاعد مرتبطه بالمؤيدين للنظام، كان اليسار بيبقى ليه المعارضة واليمين للمؤيدين، هذا البرلمان بلا معارضة وربما أيضا بلا حزب حاكم بالمعنى. هو مش بلا معارضة، هي لازال صورة المعارضة النهائية لم تتحدد بعد، يعني شكل المعارضة لم يتحدد بعد، لكن أكيد أي برلمان هتلاقي فيه المعارضة والأغلبية أو الأكثرية حاليا. بس كان في فكرة الحزب الحاكم اللي بيمثل جانب معين، الناس دايما بيقعدوا ناحية اليمين واللي مش مع الحزب الحاكم بيقعدوا ناحيه اليسار. حاليا عندنا ممثل في البرلمان 19 حزب. فعدد الاحزاب كتير جدا ومش معروف تحديدا مين اللي هيبقى المعارضه او عايز يشكل المعارضه بصفه عامه. لازال الموضوع ده هيبان من الجلسات المختلفه بعد كده. طيب اخر برلمان يعني تمت توسعته او توسيع هذه القاعه لاستيعابه كان برلمان 2010، تم توسيع القاعه لاستيعاب ما يقرب من 508 نائب، احنا الان عندنا ما يقرب من 596 عضو. طب اسمح لنا سياده المستشار نتفضل نشوف مع حضرتك القاعه والتجهيزات. سيادة الأمين احنا الآن عندنا 596 عضو، القاعة هنا اللي احنا شايفينها تستوعب كام؟ القاعة هنا اللي تحت تستوعب 473 عضو بما فيهم رئيس المجلس. المجلس الشرفات يعني هنا 472 بالظبط القاعدة اللي احنا شايفينها بما فيهم كراسي الوزراء كمان. كراسي الوزراء هي الصفين الكرسي البني. في الجلسه الافتتاحيه والاجرائيه بيبقوا موجودين الوزراء؟ لا، الجلسه الاجرائيه ما بيبقاش موجودين، الجلسه الافتتاحيه اللي فيها السيد رئيس الجمهوريه بيبقوا موجودين الوزراء.
بس حاجه تستغلهم في الجلسه الافتتاحيه او الاجراءيه كده. يعني الوزراء مش موجودين ان هو بيقعدوا. 472 بالاضافه كمان لكرسي لرئيس المجلس يبقى 473 نائب. حضرتك استغليت بقى هذه الشرفات اللي بالظبط الشرفه العلويه اول دور دي فيها 77 مقعد اللي هي البني دي يا فندم. دي كانت مخصصه للصحافه بالظبط. وفوق 48 مقعد في الكباين، اربع كباين كل كابينه 12 مقعد. 48 يا فندم تحت؟ لا 77 78 تحت في البني، 48 فوق. الكباين اللي احنا شايفينها مغلقه دي، دي كباين الترجمه، في كابينتين للترجمه وكباين للفنيين الخاصين بالتصويت الالكتروني. دي هنشرحها دي. الكابينه اعتقد اللي في المنتصف اللي هي حرم رئيس الجمهوريه، اللي حرم رئيس الجمهوريه والضيوف. ودي بقيه ال 48. دي في اثنين منهم للنواب واثنين للصحفيين، 24 كرسي للصحفيين. يعني عشان نكمل العدد الخاص ب ال 596 كان عندنا 472 في هذه القاعة الرئيسية بالزبط. كملنا ب فوق هنا 88 77 و 48 عشان نكمل العدد الخاص بده. البعض ممكن يتساءل في الجلسة الافتتاحية او الإجرائية ممكن يبقى فيه تزاحم، لان ربما يفضل البعض الجلوس في هذه دي هنسميها ايه، المنصة او القاعة الرئيسية مش الشرفات. والله هو اللي مش هيلاقي مكان تحت الاماكن فوق افضل من تحت، يعني انا اتوقع بعد كده هيبقى التزاحم على الاماكن اللي فوق، لان بتبقى اسهل بكتير جدا ان هو يقعد ويقدر يخرج في اي لحظه يرجع تاني. انما هنا صعب جدا يخرج عشان يقوم صف بالكامل وكده، بتبقى صعبه. بس حضرتك عارف الجلسه الافتتاحيه بتبقى الواجهه او الصوره الالتقاطيه اللي هيتم التقاطها في الجلسه الافتتاحيه. الكاميرات هتجيب اللي فوق موجودين كلهم، حتى اللي في الكباين عاملين له ميكروفون فوق بحيث ينزل لو الكرسي ورا شويه ينزل على الميكروفون اللي بص على القاعه. بس في مفيش مقاعد مخصصه، هيبقى اولويه الحضور. بالظبط. ده هيحل المساله الى حد ما. هي طول عمرها كده، مفيش مقاعد مخصصه لحد معين. باولويه الحضور. ايوه. القاعة قد يعني تاريخيا طبعا هذه القاعة قاعة قديمة أثرية، أثرية يمكن من أيام الملك، قاعة لها تاريخ من قبليه كمان، القاعة 1800 قاعة لها تاريخ كبير. الجلسات الخاصة بالمجلس بدأت فيه بعض التعديلات. أولا احنا أول تعديل هنبدأ نعتاد عليه كمصريين أنه مجلس النواب المصري وليس مجلس الشعب بالزبط. كما كنا نقول من قبل. الجديد بقى مسألة التصويت الإلكتروني، ودي مسألة يعني ما عادش بقى الموافق على ذلك يتفضل برفع يد، مفيش الكلام ده. التصويت الإلكتروني هو اتعمل وحدات للتصويت الإلكتروني، هي دي يا فندم؟ أيوه. الوحدات دي فيها التصويت. حضرتك اسمح لي ان انا اقعد عشان اعرف ازاي التصويت الإلكتروني ده هيتم. ايوه لو انا نائبة وعايزة يعني في نعم، في نعم وممتنع ولا لا دي اللي هي ايه؟ رفض. امال ممتنع؟ مش ممتنع ان انا مش عايز اقول لا نعم ولا لا. هو في مكان للكارت الممانط بيتحط هنا، ده الكارت هيتم توزيعه على كل نائب، ده كل نائب استلمه بالفعل. كويس، بيحط الكارت علشان يتعرف ده اسمه ايه وبياناته تظهر على عند الفنيين فوق. اول ما رئيس المجلس بيفتح الباب التصويت الالكتروني بيفتح عنده من الفنيين توقيت مدة محددة، لو تكون مثلا 30 ثانية أو دقيقة حسب ما يحدد رئيس المجلس للتصويت. ابتدي الزراير دي تنور أحمر قدامه اللمبة دي، ويبتدي هو يدوس على اللي هو في التصويت. المثلث ده اللي هو هنا ده المثلث ده فيه لمبة حمراء بتطفي أول ما الكارت يشتغل. كويس قوي. إنما دي الزراير دي بتنور، هو بيدوس على اللي هو عايزه. اللي هو يعني عايزه. لو أنا موافقة على قرار بعمل نعم. بالظبط. لو أنا مش موافقة بعمل لا. لو انا ممتنع بدوس على الزرار اللي في النص اللي هو ممتنع. بالظبط. لو انا ودي مساله بقى منظمه مفيش الكلمه يا ريس، لا في طلب الكلمه طلب ده الزرار ده خاص انه يفتح الميكروفون، ان انا موجود هنا وان يفتح لي الميكروفون علشان اتكلم. طلب الكلمه المفروض قبلها ب 24 ساعه بيبقى محدد في اللائحه ان لازم يقدم طلب بذلك. طب مساله هنا يعني ساعات حتى حضرتك كان في مساله حساب
التصويت كانت بتخضع المساله لبعض الاقاويل، يقول لك طب يعني الموافق على ذلك يتفضل برفع يده، ويقول لك طب هم عرفوا منين ان دي بتمثل اغلبيه او اقليه؟ في مساله الحساب الالكتروني مفترض ان يكون اسهل شويه، بس مساله المصداقيه او الشفافيه فيها تتم ازاي؟ يعني هل هيبقى في شاشات مثلا؟ الشاشات موجوده وهتطلع الارقام عليها. الشاشات دي مهم ان احنا نصور عدد المصوتين بنعم او لا او ممتنع، ونسبه التصويت قد ايه كام، بالاضافه ان لو حبيت يظهر اسم بيظهر الاسم. يعني عدد المصوتين على القرار هيبان بالظبط، وممكن يبان كمان عدد من صوتوا اسمائهم بالظبط، وعدد من لان اسمائهم هتنزل كمان في المطبطه لازم، اللي صوت بنعم واللي صوت بلا. ففي قدر عالي من الشفافيه في المساله بالزبط. ايضا مساله ان حتى لو هو قال، لان البعض كان بيقول ما برضو احنا خايفين من ان ما يكونش في قدر من الشفافيه يحكم مساله التصويت. لا بالعكس، ده هو ده معمول علشان شفافيه، اكبر شفافيه من الاول. مساله مهمه. طب رئيس المجلس هيبقى عنده برضو نفس الشاشه الخاصه، هي شاشه اللي احنا شايفينها قدامنا. في قدامه اكتر من شاشه، شاشه خاصه بالتصويت الالكتروني عشان ما يبصش الشات اللي وراه زي بقيه الاعضاء، وشاشة تانية خاصة بالاستدعاء لو في حاجة محتاجها من الأمين العام بيبعت له رسالة على الشاشة اللي موجودة قدامه. اعتقد ان في آليات تم تطويرها وتحديثها لمسألة ضبط الإيقاع زي ما بيقولوا داخل القاعة، يعني مسألة حتى يعني هنا مش بس مسألة التصويت، لكن كمان مسألة طلب الكلمة. اعتقد ان دي إضافة جيدة ايضا لإحكام المسألة. هي طلب الكلمة زي ما بقول لحضرتك لازم يتقدم بها النائب قبلها ب 24 ساعة، واحنا عاملين نظام جديد بالنسبة لا انا اقصد طلب الكلمة في داخل الجلسة، في النقاشات العامة. لا يا فندم، داخل الجلسة ده موضوع مختلف تحدده اللائحة، انما اللائحة محددة ان انا هطلب الكلمة للنقاش في موضوع معين. ده مقد... ده قبلها بالظبط 24 ساعة. لكن انا اقصد الزرار ده مكتوب عليه طلب الكلمة، بس ده علشان يفتح بيه الميكروفون. انا اقصد يا فندم ان اثناء النقاشات اللي كان في بتسود زي ما بيقولوا حاله من الهرج، لا يملك ان هو يتكلم يتحدث الا يعني الا لما رئيس المجلس يفتح له، يعني حتى لو كان هو عليه دور في انه يقول الكلمه بتاعته لازم رئيس المجلس بيفتح له من خلال الفنيين عشان يقوم يتكلم. في تساؤل ناس كتيرة الحقيقة ممكن تكون بتسأله، لأن صحيح هذا المجلس، وأنا دايما بقول الكلام ده في برنامجنا، العدد كبير، ما نكون بنتكلم عن 596 عضو، ده عدد كبير. إذا كان البعض لديه بعض القلق من عدد من الأعضاء، فهو بالنهاية في النهاية عدد قليل بالنسبة للمجموع. أنا مفيش قلق، أعتقد إن شاء الله المجلس ده يكون يعني صورة جيدة جدا، وأعتقد الأعضاء والنواب ناويين يحافظوا على الصورة الجيدة إن شاء الله. إن شاء الله. لكن الصلاحيات المتاحة لرئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية، لأن الناس بتقول عايزين صورة مشرفة لمصر، هذا البرلمان يعني مصر يعني غايب عنها البرلمان أو غايب عنها السلطة التشريعية منذ شهر 6/2012، ده يعني ما يقرب من 3 سنين، وبالتالي حينما تعود السلطة التشريعية وحينما يعود مجلس النواب لابد أن يكون الأداء مشرفا، لابد أن يكون لدى الجميع إحساس بالمسؤولية. لكن في نفس الوقت الناس بتقول لازم تكون هناك قواعد وسلطات يتمتع بها رئيس هذه الجلسة حتى يضبط المسألة. هو اللائحة الداخلية محددة قواعد وإجراءات معينة يقدر يضبط بها الجلسة، ومديها سلطات واسعة جدا. لكن احنا مش هنمشي باللائحة الداخلية في أول جلسة، أول جلسة هنمشي طبقا للدستور والقانون والصوابق والتقاليد البرلمانية. الصوابق والتقاليد البرلمانية بتشمل ما هو موجود في هذه اللائحة أو اللوائح السابقة عليها كلها. فلديه سلطات واسعة جدا في إدارة الجلسة. مش كما يعتقد البعض أنه رئيس شرفي أو مجرد جلسة ويمكن أن يكون رئيس حقيقي، هيقوم بدوره كرئيس حقيقي. أنا بشكرك سيادة المستشار أحمد سعد الدين، وإن شاء الله يعني تكون يعني افتتاحية خير بإذن الله، وتظهر بالصورة التي تليق بمصر وتليق أيضا بتاريخ هذه القاعة. إن شاء الله نتمنى ذلك. ربما يدور في أذهاننا جميعا عدد من الأسئلة الهامة في هذا التوقيت. كلنا في كتير من الأحيان بنقول أن مصر بتمر بمرحلة خطيرة ومهمة، لكن الحقيقة أن احنا فعلا بنمر بمرحلة، هنستخدم تعبير ربما يكون تعبير منضبط إلى حد بعيد، مرحلة هامة
خلينا نستخدم هذا التعبير. وبالتالي من سيتواجد على رأس هذه المؤسسة، المؤسسة التشريعية في مصر على رأس هذه السلطة في هذا البرلمان، أعتقد أنه شخصية لابد أن تتميز بالمهارة الشديدة، ليس فقط الحكمة لكن القدرة على إدارة هذا البرلمان، هي مسألة بالطبع ستحتاج إلى مهارات خاصة. وبالتالي من سيتواجد على رأس هذا البرلمان يعد سؤال في غاية الأهمية. الحقيقة ما ينتظره المصريون من هذا البرلمان الكثير، قضايا العدالة الاجتماعية، وهذا الشعار الذي ظل مجرد شعار على مدى السنوات الماضية، آن الأوان أن يجد هذا الشعار قوانين على أرض الواقع يشعر بها المصريون الذين يعانون كل يوم، الناس اللي واقفة أمام المستشفيات وبتعاني في البيوت برلمان إذا كان هناك اهتمام حقيقي. أيضا كل السياسات المتعلقة بتطور مصر اقتصاديا وسياسيا وحقوقيا واجتماعيا، حتى القضايا المتعلقة أيضا بالحريات، يمكن لكل هذه القضايا أن تجد لها بداية حقيقية من هذا البرلمان إذا ما توفرت الإرادة وإذا ما كنا جادين مع أنفسنا. وبالتالي من سيدخلون من هذا الباب أو من هذه الأبواب إلى هذه القاعة ويجلسون على هذه المقاعد يتولون مسؤولية في غاية الأهمية، مش من باب الرفاهية، ولا نسمح لهم، لأن عدد منهم ربما يكون عدد قليل عشان نبقى موضوعيين، ربما سيحتاج إلى الكاميرات التي ستلتقط له بعض الصور أو تسجل له بعض المواقف، لا نعطي له الفرصة ليعبر عن هذه المواقف بشكل لا يعبر عن الصالح العام، فلنلتقط ونركز بشكل كبير على من يهتمون بالصالح العام في مصر وليسوا لمن يريدون أن يشغلوا الرأي العام أو وسائل التواصل الاجتماعي بمواقف لا تعبر عن أي نوع من أنواع الجدية.